سجلت مديرية الحموشي في قضايا الهجرة السرية أرقام صارخة، بحيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 32733 مرشح، من بينهم 28146 من جنسيات أجنبية، وتفكيك 92 شبكة إجرامية، وتوقيف 566 وسيط بنسبة زيادة فقط 36%، وتم حجز 193 قارب و156 محرك بحري و61 ناقلة للهجرة غير الشرعية. وبخصوص وثائق السفر والهويات المزورة، حجزات المصالح الأمنية 832 وثيقة. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.